الحادث إلى مستويات أعلى مما هي عليه في إطار العلاقات المتميزة مع تونس الشقيقة. هي اللجنة العليا المشتركة التونسية المصرية وكان عقد في مصر عقد انعقدها في آخر مرة كان في تونس في سبتمبر 2015. دولة الرئيس أشار إلى كل الموضوعات اللي تم المناقشة فيها. احنا بنسعى من خلال هذه اللجنة إلى رفع يعني مستوى التعاون والتنسيق. وكانت هذه اللجنة 16 العليا بين تونس ومصر فرصة لإمضاء العدد من الاتفاقيات وللتعبير عن رغبة البلدين في الترفيع من مستوى العلاقات ومستوى التبادل، بربما وضع أهداف كمية وأهداف نوعية ليقع تقييمها بطريقة دورية من خلال العديد من اللجان.